كان في فيديو عن اقصر التروفيات في الالعاب، بس للاسف ما قدرتش ان انا اعمله. للاسف اتضح ان في تروفيات قمه في السفاله، والبركه طبعا فيكم انتم اللي عرفتونا عليهم. ولكن خلينا من النوع ده دلوقتي، ممكن يحصل قدام شويه، لان في فيديو النهارده هو مختلف عن اقصر التروفيات في الالعاب، لانه عن بطون التروفيات. ايوه دي حقيقه، في تروفيات بيضان فعلا، انا بشوفها كده، وده بسبب صعوبتها. بس انت وانا وغيرنا عباره عن دماغ جزمه قديمه، لو حاجه عصلجت معانا بنعافر وراها لحد ما نجيبها، ودي هي الكارثه العند. فخليني اعرض لك النهارده شويه تروفيات، اوعى تقرب منهم، ولو حاولت فانت حر، استحمل بقى. بس قبل ما نخش على الفيديو، لو لقيت الفيديو ده وتعب يستاهلوا لايك، محدش هيحوشك. ولو حبيت ترجع للقناه تاني في يوم من الايام فاشترك يا معلم، وبشكركم جدا على دعمكم بالقناه التانيه كمان. طبعا هنخربها كوميكس فيها ان شاء الله. بس كده يلا بينا نبدا في الفيديو. كالعادة قبل ما نبدأ، وأحلى عادة دايما، نوحد الله لا إله إلا الله، ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي لإخواتنا بغزة ربنا يعينهم وينجيهم من البلاء وينصرهم ان شاء الله. قادر يا كريم. خلينا ابدا معاك باول تروفي. بص التروفي ده كان هينزل بالفيديو السابق، ولكن افتكرت ان مفيش في القناه متابعين سبورتس خالص، بس اهو ادينا فيها. التروفي من لعبه فيفا 15 واسمه اكسترا افورت. طبعا عشان اجيب القصه ورا التروفي ده رحت بحثت عنه، وهنا لقيت جوجل بتصدمني بوصف عجيب للتروفي ده. زي ما انت شايف كده، بيقول لك عشان تاخد التروفي ده بقى محتاج تسجل هدف وانت مستلقي على الارض. لا، وبيزيد كلامه وبيقول لك مش هتقدر تحصل عليه من خلال الزحلقه عادية، بل بالعكس التروفي معتمد على حركة انيميشن جديدة للشخصية، ودي بتقدر تعملها بعد ما يتم اسقاطك على الارض. اغلب اللي عملوا التروفي ده مثلا كانوا ضد الجون، بمعنى انهم كانوا داخلين على حارس المرمى وبعدها وقعوا على الارض بسبب هجومه عليهم. فهل لازما حارس المرمى هو اللي يوقعك؟ ما اظنش، لان ده مش مذكور هنا في التروفي. كل اللي عليك بعد ما تقع على الارض تدخل جون بحركة سريعة زي ما انت شايف كده. يا اخوانا انا ما كنتش بروح الجون التاني اصلا، انا زمايلي واخواتي كانوا بيخرجوني من البلاي ستيشن مفلس من كتر المسخره. طبعا انا ما اكتفيتش وقلت اخش على ترو اتشيفمنت واشوف قصه التروفي اكتر. لقيت ان اللي حصل على التروفي دون 1%، فطبعا خرجت تاني. فانصحك يا ابني لو انت كرواجي قديم وبتحب جدا التروفيات، ما تحطش التروفي ده بالذات في دماغك، لانه هيخليك تكسر الجهاز، احنا مش ناقصين. بالمركز اللي بعده حبيت اعرفكم على الجلطه الحقيقيه في عالم الجيمز كله، وهي لعبه كاب هيد. لعبه كاب هيد ممتعه جدا، خصوصا ان انت فيها بتتحدى نفسك دايما، يعني ممكن تقعد تلعبها 3 ساعات بتخسر، وبعدها تقفل اللعبه عادي وانت متعصب، وبعدها ترجع تاني تقول لها اشتقت لك يا الحبيبه وتخش تلعب تاني بمنتهى السعاده، لحد طبعا ما تخليك تتحول تاني، يا اما تكسر الجويستيك بتاعك يا اما تخرج بسلام وانت متعصب. طبعا لعبه كفره بنت 60 في 70. وانصحكم يا جماعه لو في اي العاب بتخليك تغضب وتشتم وتعمل الكلام ده، كل اللي عليك ان انت تروح تتوضى، لان ده تقريبا قريت على الموضوع ده قبل كده ان هو بيبقى جن اسمه الغضب او حاجه زي كده. المهم ان انت تتوضى هتلاقي نفسك هديت خالص. في تروفي لقيته فيها بيقول لك beat the devil at his own game، يعني اغلب الشيطان في لعبته الخاصه. فبصيت للتروفي كده ولقيت ان عدد اللي جايبينه اصلا قليل جدا، فقلت دام هو ده التروفي اللي انا ادور عليه واحاول اجيبه. طب ايه المطلوب بقى؟ ويا ريتني اصلا ما شفت ايه المطلوب. يا شويه جزم يا اللي مطورين لعبه الكفار دي، يعني يا متحرشين فكريا بقى. انا مش عارف اختم اللعبه على الايزي، وعاوزني بعد ما اختمها اول مره ارجع اختمها تاني من الاول، ولكن بنظام صعوبه جديد. كفر حرفيا كفاره. دخلت اشوف دنيا التروفي ده يا جماعه، لقيته بيقول لي 4% بس اللي جابوني، فاخدت بعضي ومشيت تاني. بس قبل ما امشي قلت لازم اقرا الوصف بتاع التروفي دون. لقيته بيقول لي ان في مستوى صعوبه اسمه اكسبرت بيتفتح بعد ما تختم الجيم على وضع النورمال او الايزي. عايز اقول لك ان المستوى الكافر ده بيلعبك من دماغه حرفيا. الوحوش بتكون اسرع واذكى، وفي حركات اصلا متغيره عن اللي انت تعودت عليهم. ايوه، ما هي الالعاب الصعبه اصلا بتكمن صعوبتها في حركه الاعداء اللي قدامك، بتبقى لازم ان انت تحفظ حركتهم زي ايلدن رينج. فتخيل لما يبقوا اذكياء عليك ويغيروا حركاتهم بنسبه 100%، انت كده هتتشل فعلا من كتر التركيز، مش هتعرف تركز. بس انا سالت نفسي وانا بقرا الوصف بتاعه، انا عاوز اشوف ال 4% اللي خلصوا التروفي ده، دول يستاهلوا حرفيا تمثال من البلاتينوم. طبعا انا بقول الكلام ده لاني فعلا اللعبه صعبه جدا، انا جربتها كذا مره وقفلتها، بس صعبه بجربها طبعا على الوضع العادي. ولكن عايز انصحك نصيحه حلوه جدا لو انت هتجري ورا التروفي ده، وهي حركه عاملاها اللعبه حلوه قوي، وهي انك لو رجعت تلعب اللعبه على المستوى الصعب دون، المابا بتكون مفتوحه ليك بالكامل، فابدا بالاصعب عشان يتفضل لك الاسهل، وربنا يقدرنا على فعل الخير. ربنا معاكم.
عايز اقول لك ان التروفي اللي بعد كده من المرعبه ذا ايفل ويزن 2. بص انا كنت قاعد بدور على تروفي صعب اعمله وجت معايا ان انا اختار لعبه رعب مع اني اصلا بخاف من خيالي، بس طبعا لسه خارجين من رمضان ومتفرج على المداح يعني عندي طاقه. دخلت طبعا ابحث عن تروفيات ذا ايفل ويزن، لقيت تروفيز كتير جدا صعبين، بس ده اكتر واحد لفت انتباهي. التروفي اسمه يو اسكت فور ات، يعني بالمصري انت اللي اخترت. قلت له يا عم ايوه انا اللي اخترت، وبصيت على الكلمه دي وخدتها كدليلي. الكلمه ببساطه اني اخلص الجيم على وضع اسمه اكيمو. طبعا بحثت عن الاسم ده ولقيت انه معناه كابوس ولكن باللغه اليابانيه، فقلت لنفسي صعبه شويه يعني مش مشكله، ودخلت العب. ويا ريتني ما دخلت العب اصلا. اولا عشان تلعب على المود ده وتعيد الجيم من الاول فانت مش هيكون معاك مهارات خالص، كل شيء اكتسبته بخ. تاني شيء ودي القشة اللي قسمت ظهر البعير هو انك بتموت من ضربة واحدة، العدو حرفيا بيفكر بالصيني. بيفكر بالصيني. هنا قلت لنفسي جرب معلش وكملت فعلا. المشكلة اني حاسس كاني بلعب لعبة جديدة تماما، الطلق قل جدا والاعداء بقت اسرع واذكى بكتير من قبل كده، يقدروا يعرفوا بوجودي بسهولة جدا حتى لو كانوا بعيد عني. ده غير ان مهاراتي بقت صعب اني اطورها بسبب طبعا قلة الجرين جيل اللي بتلاقيه. عايز اقولك ان انا موتي وسمي اصلا ان اموت من ضربة واحدة، ففكر يا صاحبي الف مرة قبل ما تبدأ الصعوبة دي. اللعبة بتتضايق من اللي فاتح صدره طه، فانت حر. التروفي اللي بعد كده من لعبة مافيا 1. انا يا اخوانا من عشاق مافيا الصراحة، بس للأسف التروفيات دي ممكن تكرهك في نفسك وفي اللعبة وفي الشركة كلها. في اللعبة في تروفي بين عشرات التروفيات اسمه ميد مان، زيه زي تروفيات تانية كتير جدا بالالعاب، لانه بيقولك برضو تخلص اللعبة على اعلى صعوبة اللي هي اسمها صعوبة الكلاسيك. طبعا عشان تلعب اي لعبة على اعلى صعوبة فانت هتموت بسرعة زي The Evil Within. ده غير انك هتلاقي ذكاء مش طبيعي للانمي كمان، فبالتالي اللعبة هتكون في منتهى الصعوبة زي بالظبط التروفي دون. لك ان انت حرفيا بتموت بطلقات معدودة، حتى الطلق بتاعك انت مش بيدمش بشكل حلو خصوصا لو انت بعيد عن الانمي. حتى البوليس اذكى واسرع من المود السهل. كل دي اشياء بتخلي اللعبة صعبة عليك جدا، بس في ناس بتحب التحديات ده شيء طبيعي. لكن المشكلة الكبرى انه بيبقى في عقبات في طريقك ما هياش صعبة، دي اسمها خزوقة. لان في الشابتر الخامس زي ما انت شايف قدامك كده يعتبر هو اصعب مرحلة في التروفي دون، عشان تخلصه لازم تكسب في سباق عربيات هو واحد من اوقع السباقات في الالعاب. في منتهى الواقعية السواقة صعبة جدا، التحكم في العربية سيء جدا، مفيش اي شيء يسهل عليك الوضع دون. كل اللي محتاجه تصبر شوية وتفضل تحاول لحد ما تكسب السباق، لازما مركز اول. فهي دي العقبات اللي بتوقف لك في بعض التروفيات، لانك محتاج تقفل اللعبة كاملة وعلى اعلى صعوبة كمان. كل دي احيانا ما بتبقاش مشكلة، لكن المشكلة ان اللعبة تطلب منك طلب زي دون سخيف يخليك تقعد ساعات طويلة جدا بتحاول تخلص فيه. هو مش صعب ولا حاجة ولكن رخم، يعني معمول غلط. فاستعد يا معلم هتخسر مره مرتين اتنين مية، المهم انك تكسب الاول لو عاوز تجيب البلاتينوم. حبيت اذكر التروفي دون لان اللعبه تستاهل اننا نتكلم عنها اصلا يا جماعه. اخر تروفي معانا يا جماعه من معشوقتي ديمون سولز بالتحديد الريميك. بص لعبه ديمون سولز من الالعاب اللذيذه جدا واللي فعلا انت بتتحدى نفسك فيها، بس انا مش هتشل بسبب تروفي عقيم وبسبب نظام خايس ملهوش اي قيمه غير الهبل. ببدايه اللعبه بعد ما بتعدي بعض المراحل بتوصل لزعيم عملاق اسمه فارس البرج. الفارس ده له تقريبا 3 ضربات في بداية الفايت، بيضربك اول ضربة بالشلد، وتاني ضربة لو انت بعيد عنه بيضربك بالرمح، وليه ضربة كمان على المدى البعيد لو انت مثلا سيبته وطلعت البرج فوق هتلاقيه بيضربك بالسحر يعني. بس خليني اقولك نقطة ضعف الكائن الوسخ ده فين؟ في رجله اكيد. عايز اقول لك عشان تعمل التروفي دون كل اللي عليك تفضل تضربه في رجله لحد ما يقع، بس المشكله انك لازم تتفادى حركاته لانه ممكن في ثانيه لو انت في حمايه ظهره يجيبك قدامه وهنا هيضربك ضربه الشيلد بتاعته. المشكله ان الضربه دي انت لازم تبعد عنها حوالي 3 اقدام او اكتر لانها ضربه كفيله تموتك من خبطه واحده، فحافظ على تجنب ضرباته. اما بالنسبه لضربه الرمح فدي لو انت قدامه، فحاول دايما تكون قريب منه من تحت، واول ما يضرب ضربه الشيلد تبعد عنه على طول وتقرب له بعد ما يضرب ضربته عشان تستغل بطء حركته تضرب في رجله. انا مش عارف الصراحه بعلمكم ايه، المشكله دلوقتي في ام التروفي. عشان تعمل التروفي دون لازم تخلص على الوحش القذر ده بدون ما تقتل اي واحد من شخصيات الارشر اللي حوالين المكان. انت متخيل الصعوبه؟ لان طول الوقت بيرموا عليك سهام، وزيد على كده كمان الكائن الضخم اللي بيضرب فيك تحت ده، وانت فوق كل دون محتاج ما تضربش اي ضربه عشان ما تموتش، يعني الكلام ده عند امهم. عايز اقول لك ان كل دي اشياء انا ما عنديش مشكله معاها، مشكلتي الوحيده لما اموت. يا شركه بنت 60 كلب، يعني ايه لما اموت ارجع كل المسافه دي عشان اروح تاني للفرق العقيم ده؟ يا تربية المعيز يا اولاد انت هلا متخلف؟
ليه الحكم دون؟ عشان اوصله لازم اعدي من ام التنين الكلب دون ومن ام الحراس الكتيرة على البريدج، وفي الاخر اخش اموت عشان اعيد كل ده تاني؟ ده حتى مفيش اي جريس عنده عشان اصحى عندها تاني لما يموتني. يعني ام البوابة دي المفروض يكون عندها اصلا اصحى تاني. يخرب بيتك بجد، هتفرقعلي ام المرارة. طبعا في ناس هتقولي ان ده اسهل تروفي في اللعبة كلها. عايز اقولك انه فعلا انت عندك حق، بس عايز اقولك ان انت لو اول مرة تلعب اللعبة دي فاكيد ده مش هيبقى رأيك خالص. وعلى فكرة انا بتكلم عنه بناء عن اول مرة لعبت فيها اللعبة، فعلا كان سخيف جدا. وفكرة ان الارشر يفضلوا يضربوا عليك برضو فكرة سخيفة، ولكن عايز اقولك ان الموضوع سهل شوية لو انت بتصد ومش مستعجل زي حالتي. اوعى تستعجل في العاب السولز. فبس يا جماعة هي دي الليست، عرفوني رأيكم فيها في الكومنتس تحت، وهل في اصعب منهم؟ اكيد في كتير جدا، وانت اكيد تعرف الاكتر، فعرفني اكتر تروفي صعب بالنسبة لك في الالعاب، وهل هتروحوا تجربوا تروفيات دي ولا لا؟ ولو جربتوهم احكولي برضو عن وصفكم ليهم. وبس اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.